أقيم في مدرسة التقان الصناعية الخاصة المعرض المتكامل الأول من نوعه وبتمويل من إدارة المدرسة. نحاول ننقل فكرة التعليم التقني للمجتمع. التعليم التقني تعليم يعني فيه فوائد كثيرة للمجتمع وفيه فوائد كثيرة للطلاب لما يجوا التعليم التقني، لأنه أقرب للصناعة وأقرب للهندسة وأقرب للاكتساب وأقرب للاستقرار، وفيه محاربة كبيرة للفقر. معرضنا فيه سوق خيري وفيه نماذج تعليمية فائزة في الدورة المدرسية. نحن بحمد الله كمدرسة السنة الفاتت دخلنا أكثر من 50 طالب لكليات الهندسة فقط من مدرسة التقانة الصناعية الخاصة، وقدرنا نكسر حاجزين الطالب الصناعي ممكن يخش بكلاريوس. دي دعوة مننا لكل المجتمع السوداني أنه يكون في إقبال للتعليم الصناعي لأنه فيه بناء للمجتمع. يتكون المعرض من عدة أجنحة، منها السوق الخيري والخاص ببيع المواد التموينية بأسعار مخفضة. يعتمد المعرض على المواد التموينية التي يحتاجها الإنسان، فأسعارها يعني تباع بأسعار مخفضة جدا، تباع بأسعار بأقل من أسعار السوق. وأيضا جناح منظمة القدس أمانتي، والذي يهدف إلى التوعية بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، ويحتوي على كتب وبوسترات إرشادية. نحن في منظمة القدس أمانتي، المنظمة هي شبابية تهدف إلى إغاثة ضمائر صناع الغلال ينتبهوا لقضية القدس، اللي هو القدس معروف إنه قضية إسلامية عالمية ما خاصة بالجهاد أو خاصة بالشعب الفلسطيني وحده. جناح ميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف، الذي يحتوي على الأجهزة وأجزائها، والتي يقوم الطلاب بدراستها عمليا وإصلاحها وإيجاد الحلول لمشاكلها، ويعتبر الجناح الأهم في المعرض كونه تخصص المدرسة الصناعي. كما تعتبر هذه المدرسة أول مدرسة خاصة يكون فيها قسم التبريد والتكييف في السودان القسم الصناعي، ويهدف هذا المعرض للتعريف ونشر ثقافة التعليم الفني والعمل على المساهمة في رفع ومحاربة الفقر في المجتمع، وذلك بالطلب المتزايد على الحرفيين لسوق العمل، وأيضا رفع مستوى الطلاب من خلال التعامل مع شرائح المجتمع من خلال المعرض. من مدرسة التقانة الثانوية الخاصة عطبرة، يوسف سمير.